النمسا المجرية خدت تفويض باحتلال وإدارة ولاية البوسنة العثمانية، وبعدها قامت مملكة صربيا اللي كان المسؤولين عنها في الوقت ده ملوك راضيين عن التدخل النمساوي في البلاد. بعدها اتغير الملوك وجم ملوك تانيين كانوا بيوالوا لروسيا أكتر وكارهين للتدخل النمساوي عكس الأولانيين. أثناء الوقت ده زار البلد الأرشيدوك فرانز فرديناند، ده كان وريث العرش النمساوي المجري. في الوقت ده القومية الصربية كانت زايدة جدا، لدرجة ان كان في شاب عنده 19 سنة اسمه جافريلو، ده قرر ايه بقى؟ قرر ان هو يغتال الأرشيدوك. وفعلا اثناء الزيارة كان هو ومعاه مجموعة تانية، واثناء مرور الموكب بتاع الأرشيدوك حدفوا قنبلة على الموكب، لكن القنبلة دي أصابت عدد من الحراس بتوع الأرشيدوك، وزملاء جافريلو حاولوا إن هم يقضوا أو يختالوا الأرشيدوك، لكن الموكب عدى بسلام. الأرشيدوك راح مع الحراس عشان يزور المصابين في المستشفى ويطمن عليهم. وهنا سبحان الله، يعني بتطبق مقولة نفر من قدر الله إلى قدر الله، في حدث وصدفة غريبة جدا. أرشيدوك وهو راجع من زيارة المرضى في المستشفى دخل في شارع غلط اللي بالصدفة كان واقف فيه جافريلو اللي هو كان عايز يختاله، ومجرد ما شافه ضربه بالنار ومات. هنا اتهمت النمسا والمجر منافستها البلقانية صربية بمساعدة القاتل، وقاموا بعتين انذار نهائي طلبوا فيه بتنازلات مهينة. التنازلات دي طبعا رفضتها صربية، فأعلنت النمسا والمجر الحرب، وفي غضون ساعات قصفت القوات النمساوية بلجراد. القيصر الروسي نيكولاس الثاني حس انه لازم يدافع عن صربية، لان في الوقت ده كانت بتتبع الأمة السلافية، وأمر الجيش الروسي بالتعبئة. الامبراطور الالماني فيلهلم الثاني وعد بدعم النمسا والمجر، والحقيقه وكان بيتلكك لانه كان شايف ان الحرب مع روسيا امر لا مفر منه، وكل ما كان اسرع كان احسن لان قوه روسيا كانت بتزيد يوم بعد يوم. ويستخدم الالمان التعبئه ده، يعني استخدموها كتبرير ان روسيا كمان بدات في التعبئه يعني، فبداوا الاثنين يجهزوا الحرب.